ريان قد يعود الآن بهدف، ولما لا يعود في الوقت بدل الضائع. نعم هدف، نعم نعم نعم، خلص الهدف وتصبح النتيجة 2-1 لصالح نادي الريان. بقول لحضراتكم قد يقلص الفارق، وبالتالي قد يعود الريان في الوقت بدل الضائع. خدع محمد صقر حارس المرمى اللي اعتقد انها تتلعب في الزاوية القريبة، حطها له في الزاوية البعيدة كما فعل تماما بسكوليتشي مع حسين الرميحي بالامس في نفس المرمى في نفس الزاوية جنب نفس القائم، والقائم هذه المرة كان نائم ولم يقم بالواجب مع محمد صقر.